حكم صادم لعصام صاصا واخوه في جلسه النهارده اللي كانت بخصوص تزوير التوكيل بتاعت المحامي. القاضي بقى حكم على عصام صاصا بايه، وعلى اخوه بايه، وعلى اللي كانوا معاه بايه؟ تعالوا لكم خبر يهمك مع احمد مطاوع. صلى على النبي ودوس على علامه زايد وعلامه الهلال. الناس اللي بتسال على الكتب الخارجيه البي دي اف المجانيه من اللينك اللي في البايو. بعد ما انتهت قضيه تعاطي المخدرات بست شهور سجن لعصام صاصا، وكمان موضوع تصالح في القتل الخطا، النهارده كانت جلسه جديده في موضوع طبعا التوكيل المزور اللي كان عامله للمحامي. المهم القاضي حكم عليهم بسنه سجن، اخوه سنه، اخو عصام صاصا يعني، وعصام صاصا كمان سنه سجن، وطبعا اللي كانوا معاه الموظف والتاني اللي اسمه محمود ب10 سنين سجن. طبعا عصام كان عنده امل ان هو ياخد براءه في القضيه دي، لان هو قال ان هو ملوش ذنب في الموضوع، وان هو كان عامل التوكيل عن طريق مصر الرقميه، او كان فاكر يعني ان هو عامل التوكيل عن طريق مصر الرقميه، ولكن اللي دخلته في الموضوع ده ساره خليفه اللي هي مديره اعماله، يعني لما بعت لها طبعا البطاقه بتاعته واسم امه عشان تعمل له التوكيليه عن طريق مصر الرقميه. وبكده اخو عصام صاصه هياخد سنه سجن، وعصام هياخد السنه سجن مع الست شهور اللي اتحكم عليه في موضوع تعاطي المخدرات. ولكن الحكم مش نهائي، لان هو لسه عنده فرصه ان هو يعمل استئناف سواء في القضيه دي او في القضيه دي، عشان طبعا يتعاد محاكمته من تاني وينزل قدام محكمه الاستئناف، وطبعا ساعتها المحكمه هتشوف سواء هتهيد عليه الحكم او حتى هتخفف الحكم او حتى تديله براءه. يعني ادعي لعصام اخوه، اكيد في حاله صعبه دلوقتي، وتوجه له رساله تقول له ايه؟